بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل موضوع التكامل باي اليو دي في. المحاضرة السابقة انطينا فد مقدمة عامة عن الموضوع، وقلنا انه اذا كانت الدالة، يعني دالة ما لها علاقة بالثانية، مثل التكامل اللي اخذناه اكس تربيع من الاكس دي اكس، احنا شو نحتاج بالتكامل؟ انه تكون المشتقة متوفرة. فمثلا اذا نجي على اكس تربيع، المشتقة مالتها 2 اكس ما متوفرة. اذا نروح على لين الاكس، مشتقة مالتها 1 لين اكس ايضا ما متوفرة. اذا مثل هاي الحالة نلجأ الى تكامل اليو دي في. مثل ما قلنا نفرض وحدة من الدوال، هاي دالتين، هاي الدالة الاولى وهاي الدالة الثانية. فنفرض وحدة من الدوال يو، هاي الدالة الاولى يو، نفرض الدالة الثانية دي بي. اكو فد نوتس اخذناها بطريقة فرض اليو لسهولة الحل، يعني هي اي وحدة نفرضها يو، اي وحدة نفرضها دي بي، نعطيك نفس الحل، ماكو هو فرق. لكن اكو فد ملاحظات يسهل الحل والفرضية. اول شيء اذا عندنا دالة اللين للاكس موجودة، هذه هي نفرضها يو، هاي اول ملاحظة. إذا كان عندنا لين الإكس نفرضها هي اليو. إذا ما عندي دالة اللين، عندي دالة الأس، إكس لأي أس مع أي دالة ثانية، فهذه هي نفرضها اليو. إذا أول شيء منو نفرضها اليو؟ الدالة دائما اللي تكون شوية التكامل إلها صعب ياخذها هي اليو حتى يتخلص منها. فإذا كان لين الإكس هو نفرضها اليو. ما كل لين الإكس أكو دالة للأس اكس قوة، اي قوة كانت هي نفرضها اليو. اذا كانت اكسبونينشيا، اي قيمة اكسبونينشيا مع دالة ساين او كوساين، فالاكسبونينشيا هو اللي افرض اليو. اذا الاكسبونينشيا هو اللي نفرضه اليو. هاي ثلاث نوتس، ثلاث ملاحظات تفيدك بطريقة الفرض اليو دي في. هسا نجي هنا، احنا هذا المثال اخذناه بالمحاضرة السابقة. اذا على هذه النوتس منو افرضه؟ دالة اليو. اذا قلنا وحدة منها نفرضها اليو، اذا وحدة منها يو لين الاكس، الثانية ايش نفرضها؟ دي في، يعني هو تكامل يو دي في. منو بقى عندنا؟ اكس تربيع دي اكس. هسه اليو نشتقها والدي في اكامله، اذا هذا كامله يطلع لي، هذه اشتقها وهذه اكاملها وحده بعكس الثانيه. اذا اللي يو لين الاكس اشتقها، شو مشتقتها؟ واحد على اكس دي اكس. الدي في اكامله حتى يصير في، فتكامل الاكس تربيع هو زيد اس واحد اقسم على نفس الاس، يصير اكس كو 3 على 3. هسه الحل، نجي القانون حفظ تكامل يو دي في يساوي يو في الفي ناقص تكامل في دي يو. هذا حفظ نحل. اذا تكامل اكس تربيع لين الاكس دي اكس اليو في الفي، وين اليو؟ نجعل هذا المربع اللي احنا هسه سويناه، عندي يو وعندي في، نضربهم. هي اكس قوة 3 على 3 في لين الاكس ناقص تكامل في دي يو، في دي يو هذه في هذه، اللي هي اكس قوة 3 على 3 دي يو 1 على اكس دي اكس. هذه الاكس تروح ويا اس 3 تبقى اس 2، اذا يساوي اكس قوة 3 على 3 لين الاكس ناقص تكامل اكس تربيع على 2 دي اكس. شوف استهناش بقانا بالتكامل، ايضا بقى تكامل، لكن انه تسهل تقدر تكامل، فراح يصير اكس قوة 3 على 3 لين الاكس ناقص اكامل، شو يصير؟ اكس قوة 3 على 6 كاملت خلص زائد كونستانت. فهنا خلاص التكامل. ناخذ غير مثال، مثال عندكم الثاني بالملزمة، تكامل
exponential 3x sin x dx. نجي للنوتس. احنا ايش قلنا؟ قلنا النوتس الثالث اذا كان الاكسبونينشال هي داله ساين وكوساين، فالاكسبونينشال هو اللي افرضه يو. اذا هذا هو اللي راح افرضه يو، يو يساوي اكسبونينشال 3 اكس الدي في من بكره ساين اكس دي اكس. اليو شو نسوي لها؟ نشتقها تصير دي يو، هذه اكاملها تصير في. نشتق الإكسبونينشيال هو إكسبونينشيال 3x نفس الدالة في مشتقة الأس، مشتقة الأس هو 3 dx. الدي في أكاملها تكامل الساين x dx هو سالب كوساين x. هسا طبق القانون، أكل تكامل يو دي في يساوي يو في ناقص تكامل في دي يو. اليو في الفي، هذا اليو في الفي اللي هي صير سالب اكسبونينشال 3 اكس كوساين الاكس ناقص تكامل في دي يو، هذه في هذه في دي يو هو هم سالب، اذا هذا يصير موجب. الثلاثه كونستانت اطلع برا التكامل يصير اكسبونينشال 3 اكس كوساين اكس.